الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النين. موضوعين رئيسيين هنتوقف فيهم او معاهم النهارده من القاهره، بالاضافه لجوله الاهم وابرز الاحداث اللي شهدتها الساحه المصريه على مدار يوم كامل. موضوع هنتابع فيه مناسك الحج، طبعا حاليا في اليوم الثاني لأيام عيد الأضحى المبارك بتجري عملية رمي الجمرات قبل معاودة الحجيج إلى المخيمات في ميناء للإقامة فيها خلال أيام التشريق الثلاثة. فضل هذه الأيام المباركة، ما هي الأعمال المستحبة في هذه الأيام سواء للحجيج أو لمن هم حتى خارج الأراضي المقدسة؟ دي محاور هنطرحها للنقاش مع ضيفنا الكريم في هذه الفقرة، دكتور محمد الجعفري، وهو من علماء الأزهر الشريف. موضوعنا الثاني عن قمة بريكس للاقتصاديات الناشئة اللي بيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي في هذا الإطار جه تصريح على لسان وزير خارجية الصين بيرحب فيها بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، وده الفتح طبعا حوار أكبر مع الدول النامية أعضاء البريكس. احنا أو من المعروف أنه البريكس تتخذ من مدينة شنغهاي مقر ليها. أعضاء البريكس هم الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، وبيشكلوا قوة اقتصادية وسياسية عالمية هائلة بتستحوذ على نصف تقريبا الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم. هنتكلم على مشاركة مصر، وهنتكلم على البريكس كقوة اقتصادية أو كوحدة اقتصادية من خلال حوار خاص في من القاهرة النهاردة. تعالوا نطلع لفاصل ونعود. المتابعة معنا النهاردة تتعلق بالنقل وحركة النقل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. النهاردة الدكتور هشام عرفات وزير النقل قام بجولة مفاجأة لعدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق. الجولة بدأت بتفقد محطة السادات التبادلية تبع الوزير انتظام العمل حسب جداول التشغيل، اطمأن على نظافة المحطة وعلى المحافظة على زمن تقاطر القطارات. بعد كده استقل أحد القطارات المتجهة إلى محطة حلوان في نهاية الخط الأول، التقى مع عدد من الركاب اللي أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة وبإدخال 20 قطار مكيف جديد للخدمة بالخط الأول للمترو. دكتور هشام عرفات وزير النقل معنا هاتفيا. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة يا فندم. طيب، نتيجة الجولات التفقدية إلى أي مدى حضرتك مطمئن فعلا لخطوط مترو الأنفاق باعتباره الوسيلة الرئيسية للمواطنين، وسيلة المواصلات الرئيسية؟ هو حضرتك النهارده كانت الجولة كانت خاصة بحاجتين، النقل النهري والمترو الأنفاق. احنا كان عندنا طبعا تركيزنا من الفترة اللي فاتت قبل العيد على السكة الحديثة عشان نقل كم الناس اللي احنا الحمد لله نجحنا في نقلناهم من اهلنا بالذات في الصعيد. الحقيقه دايما العيد في الاضحى بيبقى موسم انتقال رهيب عندنا على السكه الحديد، بالذات بعد رفع الدعم البسيط على السولر، فكان كل الناس حقيقه كانت ملفته للنظر السنه دي، معظم الناس سابوا الاستهلاك والميكروباصات ونزلوا على السكه. فاحنا عندنا قلنا السنه دي حوالي او في العيد الاضحى 400,000 زياده عن العيد الفاتح. فتقريبا عندنا اجمالي ما نقلناها في الثلاث ايام اللي قبل العيد كانت حوالي 3.2 مليون.
طيب سلامة المراكب النيلية يا فندم، لأنه طبعا يعني في أعياد سابقة أو مناسبات دايما بيبقى فيه حمولات زايدة للمراكب النيلية. حضرتك اطمأنيت من خلال جولتك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، إيه اللي وصل حضرتك من خلال الجولة؟ هو حضرتك احنا هيبقى لنا 3 أسابيع تقريبا أو 4 أسابيع شغالين على في رعاية النقل المائي بالتنسيق مع شرطة المسطحات. شرطة المسطحات المائية على المدارس اللي هي مش في القاهرة بس، القاهرة وجيكا والصعيد والبحري، كل المحافظات اللي ليها نفاذ على النيل يعني. كان أهم حاجة بنفتش على صراخيط الوحدات، بنشوف تاريخ رفعها على الجفاف إمتى. تاريخ رفع الجفاف ده مهم شوية بالنسبة لنا عشان سلامة البدن يعني. بالإضافة اللي احنا بنشوف وسائل السلامة والأمان من طفايات حريق، من سترات نجاة وهكذا. والأهم من كده بقى إن احنا نسيك على البحارة اللي واخدين ترخيص، يعني نطمن اللي واخد ترخيص هو فعلا اللي بيشتغل فيه. تمام. النهارده كان يعني كان جولتنا مع مدير شرطه المسطحات المائيه، يعني على اساس اللي هو نبيل اللي بدا بنسال على مراسي يعني بدون تخطيط مسبق يعني. كنوع من التفتيش يعني خدائي. والحمد لله لقينا في التزام يعني من الناس، صحيح شرطه المسطحات بدل معانا مجهود كبير يعني. تمام. سؤالي الأخير يتعلق بمشاركة حضرتك في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين والمشاركة في اجتماعات البريكس أو قمة البريكس، نصيب النقل، لأنه طبعا قطاع النقل هو قطاع غاية في الأهمية. ما الذي يعني مشاركة وزارة النقل أو وزير النقل في هذه الاجتماعات، خاصة أنه كمان في اتفاقية بيننا وبين الصين على وجه الخصوص تتعلق بقطارات زي مشروع القطار فائق السرعة؟ هو حقيقة احنا بالنسبة لنا مع الصين كوزارة نقل احنا عملنا اتفاق معاها خاص بقطار الكهربائي بتاع السلام العاشر. دي مهمة قوي بالنسبة لنا احنا تقريبا، يعني مش تقريبا، احنا وصلنا فعلا اتفاق نهائي معاهم، فهنا هيتم توقيع الاتفاق ان شاء الله في خلال جلسه الرئيس. احنا غير كده كمان بنتكلم معاهم في كذا حاجه خاصه بالبحر. النقل البحري برضه مهم جدا بالنسبه لنا في الفتره الجايه، بالذات ان مصر واقعه على الوان بيلت وان رود اللي هو حزام الطريق الحرير يعني بيسموه. فاحنا ان شاء الله بالنسبه لنا مهمه جدا بالنسبه لنا في الزياره ده، هي في مجالات النقل زي ما قلت لحضرتك، بالذات في مجال النقل البحري. وان شاء الله هنتكلم معاهم برضه في مركز اذا كان في فرصه الجانب الصيني في مشاريع سكه حديديه اللي هي خطوط جديده يعني. هايل. اشكرك. خطوط جديده يعني احنا هنحاول نتكلم تمام ان شاء الله بالتوفيق، كل التوفيق لكم جميعا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عرفات وزير النقل على هذه المداخلة. طيب نروح لخبر تانية او متابعة تانية. طبعا المواطنون كلهم لسه بيحتفلوا او بيواصلوا الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك. النهارده في محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية ومدير الامن القاهرة عمل جولة او قام بجولة ميدانية في عدد من المناطق المتنزهات والمراسي النيلية والحدائق اللي بيرتادها المواطنون خلال الاعياد، وده للوقوف على تطبيق الخطط الامنية لتأمين المواطنين وحفظ الامن لتهيئة الاجواء والمناسبة طبعا علشان الجميع يستمتع بفترة عيد الأضحى المبارك. كمان مكتب شكاوى المرأة بمجلس القومي للمرأة قال إنه ما استقبلش أي شكوى من أي حالة تحرش داخل المولات التجارية أو خارجها أو الشوارع الرئيسية بالقاهرة خلال وقفة عرفات واليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، إنما فقط توجد بعض حالات التحرش اللفظي لأطفال أعمارهم أقل من 16 سنة. ده يعني لدقة المعلومة عن التقرير الصادر عن المجلس القومي للمرأة.
النهارده وزارة الصحة والسكان أعلنت عن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية ل 35 حالة. رئيس بعثة الحج الطبية دكتور أحمد الأنصاري طلع تصريح صحفي قال فيه إنه عدد الوفيات زاد خلال يومي عرفة وأول أيام التشريق، وده نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن لدى الحالات المختلفة. لفت أنه أعمار المتوفين تراوحت ما بين 60 و 85 سنة، ووضح أنه تم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة. وهو معانا هاتفيا الدكتور أحمد الأنصاري رئيس البعثة الطبية للحج. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. 35 حالة إذن هو الرقم النهائي لحالات الوفاة بين الحجاج المصريين، ماذا عن باقي الحجيج؟ كيف هم حالتهم؟ هو للأسف بس الرقم ارتفع على 40 حالة يعني في نهاية تقرير اليوم. يعني في خمس حالات زيادة. حالات زيادة يعني وصلنا ل 40 حالة وفاة من بداية موسم الحج حتى الآن. وده بيبقى متوقع في فترة أداء المناسك طبعا، لأن بيبقى فيها مشاصة عالية وفي ازدحام وارتفاع في درجات الحرارة، ففي بعض الحجاج بيتوفاهم الله في هذه الاثناء. طيب الخمس حالات الجديده دي برضو نتيجه يعني اسباب الوفاه هي ايه؟ برضو الاجهاد او الهبوط المفاجئ؟ اربع حالات من هذا بنفس التشخيص، وفي حاله ثانيه كان والله مضاعفه جلطه في الرئه وتوفت، يعني دي كانت توفت وعمرها صغير، يعني دي الفكره. دي كانت مختلفة عن التشخيصات اللي بنشوفها من خلال يعني هي دكتور يعني هي دكتور أصيبت بجلطة في الرئة أثناء الحج؟ هي حصل لها كسر في عضلة الفخذ، وأحد مضاعفات كانت هذا النوع من الكسور الكبيرة بيبقى اللي ممكن الواحد يحصل بيتوقف في المستشفى في أحد مستشفيات منى. طيب بتبقى الإجراءات إيه بعد حالات الوفاة دكتور؟ بيتم ابلاغ البعثه النوعيه اللي هي تابعها يعني المتوفي بتاعها، ولازم حد هذه البعثه بيجي يعني يخلص الاجراءات، وبيتم التنسيق مع القنصليه لابلاغ اهل المتوفي بالموافقه على سفر الجثمان الى مصر او دفنه الاراضي السعوديه. يعني بتبقى العمليه اختياريه بالنسبه لاهل كل متوفي. طيب انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد الانصاري رئيس البعثه الطبيه للحج، ربنا يرحم الجميع. الحالات وصلت زي ما هو قال ل 40 حاله حتى الان، ولكن ده من بدايه موسم الحج حتى اليوم الثاني لعيد الاضحى المبارك. نروح لغدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي اللي قالت انه اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 سبتمبر هيبدا تفويج الحجاج لزيارة المدينة المنورة. من المقرر بدء عودة افواج حجاج الجمعيات للاراضي المصرية اعتبارا من يوم الاربعاء القادم الموافق 6 من سبتمبر. اضافت كمان في تصريحات لها اليوم انها بتبع مع بعثة الحج الرسمية لوزارة التضامن حالة الحجاج خلال ادائهم المسك. طيب دي جولة سريعة على أهم أخبار النهاردة في مصر، تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نبتدي أول حوار معنا من القاهرة النهاردة.